أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا سمي الضال الذي يضل الناس شيطانا مريدا؟ لأنه من جند الشيطان، لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس، والشيطان هو العاتي، الشيطان هو العاتي من شطن المكان إذا بعد، سمي شيطان لبعده عن الحق، من شطن إذا بعد، أو من شاط إذا زاد وغلا، شاط الشيء إذا زاد وغلا، فهو إما من شطن وإما من شاط، والمعنيان سيئان سواء كان من الجن أو الإنس. والمتمرد على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.